السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على مقابله اليوم اللي جمعت مانشستر سيتي ضد ويست هام اللي لعب فيها اللاعب الجزائري رياض محرز اساسي، حبينا نرجع فقط للفته الانسانيه والرائعه والممتازه للناخب الوطني جبال بالماضي اللي تمثلت في تشجيعه وتحفيزه للاعبي المنتخب الوطني، خاصة فئة هذوما اللاعبين المغتربين اللي للأسف جاءوا متأخرين بعد سنوات عديدة لم تستدعيهم الاتحادية الجزائرية، وأيضا نظرا أيضا وجود أيضا بعض الغيابات في هذا في قائمة المنتخب الوطني الحالية لأقل من 20 سنة بالنسبة للاعبين المغتربين. لكن الشيء الأهم اللفتة الإنسانية الرائعة والممتازة للناخب الوطني جمال بالماضي لتشجيع هذا من اللاعبين، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في المقابلات الجاية إن شاء الله في تصفيات كأس إفريقيا. نبدأ على بركة الله مقابلة اليوم اللي جمعت بين مانشستر سيتي وويست هام. المقابلة هذه اللي شهدت غياب النجم الجزائري سعيد بن رحمة، ممكن ربما لسبب يعني مازال عدم تأهيله، أو ممكن ربما بسبب عدم جاهزيته البدنية، لا نعرف، الأمور كلها ترجع للمدرب، المدرب هو الأدرى بشيء هذا. مانشستر سيتي دخلت بتشكيلة 4 3 3. الشيء الآخر ملاحظ في مانشستر سيتي لما يواجه فرق تلعب بخطة 5 4 1 مثل ما عملت اليوم ويست هام اللي لعبت بطريقة 5 4 1 دائما يواجه صعوبات كبيرة. نفس الشيء لو نرجع بالذاكرة نوعا ما لورا مقابلة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، ليستر اللي لعبت أيضا بنفس الطريقة 5 4 1 واللي فازت بنتيجة ثقيلة خماسية مقابل هدفين. دائما طريقة 5 4 1 تقلق وتتعب نادي مانشستر سيتي، يعني الفرق اللي تلعب بطريقة 5 مدافعين تواجه مانشستر سيتي صعوبات كبيرة للفوز على هذه الفرق اللي تلعب بطريقة 5 مدافعين. الشيء الآخر أيضا الشيء الملاحظ في الشوط الأول، الشيء الملاحظ في الشوط الأول أنه رياض محرز كان لاعب ويست هام ماسوكا، لاعب الكونغولي، ظل لرياض محرز، اي تحركات لرياض محرز يكون وراه دائما ماسوكا، وكان دائما يقطع له الكرات وما يخليهش يتوغل ويقوم بالمراوغات نتاعو، يعني نقدر نقولوا كماسوكا كان عباره عن شبح لرياض محرز. ايضا في الشوط الثاني نوعا ما تحركت القاطره الاماميه بدخول فودان ودي بروين اللي اعطاه كره مليمتريه ما كانش فيها رياض محرز متسلل، لكن للاسف رياض محرز كان وراءه، الظل نتاعو هو ماسوكا. ايضا حاول كره اخرى، حاول رياض محرز انه يتوغل، لكن للاسف كورته خرجت الميدان، وبالتالي 6 امتار لنادي ويست هام. اللي قلتها انه دي بروين حرر نوعا ما محرز وعطاه كرات، لكن انا نشوف باللي محرز المقابله اللي فاتت والمقابله هذه خارج اطار، وليس فقط محرز، مانشستر سيتي خاصة المقابلة هذه كان خارج الإطار، خاصة اللاعبين تاعو معروفين والنجوم تاعو. أيضا محرز في الشوط الثاني نوعا ما تحرك عكس الشوط الأول، افتك كرة من ماسوكا، أول مرة ماسوكا يغلط أمام محرز ويعطيها لدي بروين، دي بروين يعطيها لسيرلينج، وسيرلينج وجها لوجه يضيع ضد مرمى الحارس فابيانسكي حارس ويست هام. ايضا في الدقائق الاخيره او الدقيقه الاخيره من الوقت الاضافي، الوقت بدل الضائع، لما انفرد وجه لوجه رياض محرز وكانت في زاويه محصوره، لكنه تدخل الحارس فابيانسكي والعارضه اخرجت الكره الى الركنيه. تنقيط رياض محرز في هذه المقابلة، تحصل رياض محرز على تنقيط 6.6 حسب موقع هوسكورد، 6.6 حسب موقع هوسكورد. أما موقع
صوفا سكور، فاعطى التنقيط 7 لرياض محرز، وأسوأ تنقيط لرحيم ستيرلينغ 6.4 اللي كان خارج الاطار. مجمل القول ان مانشستر سيتي يمر بفتره صعبه، مانشستر سيتي تدني المستوى ليس فقط من رياض محرز، بل كل لاعبي مانشستر سيتي مستواهم في تنازل كبير. مانشستر سيتي التعادل اليوم ما يخدمش مانشستر سيتي. نتمنى التوفيق لرياض محرز خاصه في المقابلات القادمه بحول الله تعالى، وكل لاعبي المنتخب الوطني. في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.